وهو ملف العاصمة الإدارية الجديدة. أوبا. وده ملف مهم جدا، لأن طبعا القاهرة العاصمة مدينة تراكمت عليها خلال 1000 عام العديد من الضغوط، سواء السكانية أو قدرة البنية التحتية على احتواء حالة الزخم والأعداد الكبيرة من المواطنين الذين يلجؤون إلى المواضع والمواطن الحكومية لإنهاء مصالحهم. والقصة دي مثلت ضغط كبير جدا على قدرات العاصمة، لدرجة أن العاصمة أحاطت بها العديد من جيوب العشوائيات اللي أصبح من الصعب معالجتها والقدرة على الخلاص منها. ده أمر خطورته أنه بيخلي الأوضاع والأحوال ذات الاضطرابات حتى الناتجة عن كوارث طبيعية من الصعب جدا معالجتها. مظبوط. عشان كده دول العالم النامي تلجأ في مثل هذه الحالات إلى البحث عن عاصمة جديدة. واللي حصل أن الدولة المصرية أعلنت عن خطة طموحة للوصول إلى عاصمة إدارية للدولة المصرية يمكن داخلها تنظيمها بشكل جيد، تجتمع داخلها مواطن الاقتصاد والمال بجوار الأماكن والمؤسسات الحكومية. صحيح. وتكون واجهة للدولة المصرية. هذه العاصمة بدأت تظهر ملامحها بشكل كبير جدا، وكان التدشين شبه الرسمي لأن الافتتاح الرسمي لم يتم بعد في 2 أبريل الماضي عندما تم القسم للفترة الرئاسية الجديدة من داخل مبنى البرلمان المصري في العاصمة الإدارية، وفي نفس الوقت إعلان اكتمال انتقال كافة الوزارات إلى الحي الحكومي. عشان كده مهم جدا أننا نبص على هذه العاصمة ونعرف بعض الأرقام المتعلقة بإدارة هذه العاصمة. نبدأ بفكرة المساحة. هذه العاصمة تقع على مساحة 30,000 ميل مربع أو 714 كيلو بإجمالي 220,000 فدان مقسمين على 3 مراحل. المساحة دي كلها أنا تقريبا شغال حاليا في المرحلة الثانية بإجمالي 74,000 فدان بعد ما انتهيت في المرحلة الأولى من أغلب الأحياء الحكومية. دي 3 أضعاف مساحة واشنطن، يعني مساحة العاصمة الإدارية 3 أضعاف مساحة واشنطن، 7 أضعاف اللي هي مساحة عاصمة الولايات المتحدة وعاصمة فرنسا، ودول من أقدم عواصم العالم. صح. وأكثرها يعني انضباطا في عمليات التصميم، فده بيوريني ان انا بتكلم على مساحة كبيرة جدا. مظبوط. في نفس الوقت كان المتوقع لعدد سكانها وفقا للمنظور الجديد اننا نوصل ل6.5 مليون. حلو. لكن الاهم فكرة ان انا مش بنشئ جيب سكني ملاصق للعاصمة بعد بضعة سنوات محدودة يلتصق بالعاصمة وبالتالي تنتقل لي كافة امراض التضخم و صعوبة الانتقال. لا، لو بصينا للموقع هنلاقي انه موقع وسط بين الكثير من الاماكن الحيوية، يعني على بعد 32 كيلو من مطار القاهرة او 45 كيلو من وسط القاهرة، 55 كيلو من عين السخنة، 80 كيلو من مدينة السويس. ده معناه انه مجتمع يستطيع ان ينمو وان يستقر دون ان يشكل ضغط على المدن. يعني المنصف. هو الحقيقة موقع العاصمة مراعى فيه بنسبة كبيرة جدا البعدين اللي حضرتك ذكرته. البعد الاول وهو فكرة انه ما يكونش ضاحية من ضواحي العاصمة القديمة. بالزبط. عشان مع المد السكاني والمد العمراني يتحول في النهاية الى انه الاتنين يلتحموا ببعض. بالزبط كده. البعد التاني كمان انه ما ينفعش يبقى في الصحراء يصعب الوصول اليه. طيب. فعشان كده اختياره كان بحكمه وتخطيط بالمسافات اللي حضرتك قلتها دي، ان هي في النهايه يمكن الوصول اليها ومن عده محاور، لكن في النهايه في استقلاليه في موقعها. عايز اقول لحضرتك ان تجارب استخدام المواصلات العامه غير مخصصه الطرق، يعني مش المترو ولا القطار الكهربائي، بتتكلم ان في الاوقات اللي فيها سيوله مروريه انت تحتاج من 18 ل 22 دقيقه عشان تكون جوه العاصمه. صح. لكن في اوضاع الذروه انت بتحتاج لحوالي 40 الى 48 دقيقه للوصول اليها، وبالتالي ده بيقول ان انا في مكان متميز جغرافيا وفي نفس الوقت مفيد للاستخدام. ده في مشاوير جوه وسط البلد بتاخد وقت اطول من بتاخد وقت. بالظبط كده. يعني فده جزء مهم جدا. لو انتقلنا الى ابرز ملامح العاصمه هنلاقي ان يعني الملمح الابرز والايقوني زي هو ما بيتقال عليه هو البرج الايقوني الموجود بالعاصمه الاداريه، وهو واحد من 6 ابراج داخل هذه العاصمه.
يعني احنا عندنا 6 ابراج عملاقه يتم انشاءها جوه العاصمه. حلو. اهمها واكبرها هو البرج الايقوني لانه هو الاعلى في قاره افريقيا باجمع. تمام. واحنا هنا جايبين اعلى 5 مباني جوه افريقيا. فهنلاحظ ان البرج الايقوني بنتكلم على ارتفاع 385 متر يليه مئذنة الجامع الاعظم في الجزائر اقل منه ب 21 متر 364، ثم برج محمد الخامس بالمغرب 250، وفي جنوب افريقيا برجين عندي مبنى كارلتون وبرج ليوناردو الاثنين 234 و223. كويس. الاهم المساحة، وده بيخليني مش قدام عبارة عن برج سكن او مبنى فقط لا غير، انا بتكلم على 65,000 متر مربع، ده مساحة البرج. انا عايز اقول لحضرتك ان مساحة الفدان 4,200 متر. فلما اقسم المساحة دي انا بتكلم على مساحة هائلة. صحيح. عشان كده المساحة الاجمالية للبرج 7.1 مليون متر مربع. يعني 1690 فدان سيتم استخدامها استغلال اقتصادي، هي 79 برج، 40 برج وحدات إدارية واقتصادية، 30 برج وحدات فندقية، 9 طوابق للمطاعم والتصوير. تمام. فده مبنى مهم جدا موجود في منطقة الأعمال المركزية. طيب. وبيدي دلالة مهمة جدا على التوجه الاقتصادي و مدى لا ومش بس، لانه برضه خد بالك واحنا ماشيين عشان نجاوب على اسئله الناس، في ناس كتير كانت بتقول في زي الاسئله في الاول، كان في الاول ليه العاصمه الاداريه؟ احنا شرحنا ليه العاصمه الاداريه وهو تفكير خارج الصندوق ولازم تعمل تخطيط عمراني مختلف وتفتح افاق جديده وما الى ذلك، وحل طبعا مشاكل العاصمه القديمه. كذلك الناس قالت لك ليه برج الايقوني؟ هو احنا بنعمل شو بس ولا بنعمل منظره بس؟ اطلاقا ده مشروع استثماري. اولا مهم ان انت يبقى عندك من الرموز الأيقونية دي طبعا. حاجة شبه كده ينفع مثلا يتقال ليه في الإمارات في حاجة اسمها برج خليفة؟ ده برج خليفة ده الآن في الإمارات مزار سياحي ومزار ومورد استثماري عظيم. بالظبط. بالإضافة إلى طبعا كل بقى العوائد المالية اللي بتيجي من وراه. برج خليفة أنت بتدفع تذكرة عشان تدخله. بالظبط. وده هيحصل هنا. بالظبط. البرج ده مساحته اللي احنا بنتكلم عليها لو اتحولت إلى عائدات مالية، هذا البرج مصدر لإضرار الدخل. أيوة. مش للإنفاق، وده جزء مهم جدا. عشان كده احنا اتكلمنا على فكرة التقسيم، ان انا مش عامل شقق سكنية للناس تسكن فيها. طبعا. لا، هو استغلال اقتصادي استثماري امثل للمساحة عندي بشكل جيد. مظبوط.